لفادي سليم انطلاقه من فادي بيعطي الباص لدرسيه، درسيه سريع ودرسيه لعيب ودرسيه الكبرات يحاول في الناحيه اليمين يعودها لفادي، فادي لكن ايضا بيضغط عليه، بيضغط عليه دفاع فريق القوات لكنه خطيره. جول 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 الجول الاول. اي نعم ستعود، ستعود الي بافراحي، حتما ستعود يا مركز الكبرياء ويا مركز الذكريات ويا مركز كمان البطولات والامجاد. جول اول، جول اول وصول ثاني، وخالد سالم سجل جول، سجل جول. اي نعم قولها قولها خلود. الجول رقم 19، الجول رقم 19 لابو الخل اللي هو الكرمي الجميل طبعا، المهاجم السابق للمنتخب الوطني، واحد لا شيء لمركز طول كرمه، وبالتالي يتقدم الفريق الذي يريد ان يعود لدوري المحترفين من جديد بعد خطا دفاعي يعني كلف القوات. مش هيك مش هيك مش هيك مش هيك يا مجاهد، مش هيك احسان، مش هيك اللعبه. وهون التسديده وبرضه المتابعه، وبالتالي خالد سالم امام جهه جراد، كان الموسم يلعب مره ثم يهبط الى دوري الدرجه الثانيه، راح يكون هبوط يعني سريع وبرضه غير منتظر لفريق القوات في عامين متتاليين من المحترفين الى الثانيه. نعود هلا بكره عرضيه، يا سلام يا سلام خطيره، تعادل. جول 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 جول. نعم اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده. ايش عمل رماني؟ رماني. جول جول التعادل عن طريق ابن المركز اللاعب اللي هو كمال سالم، ممتازه من الرباية باليسار، ثم هون كمال يعين عليك في القائمه البعيده. بالتالي جول، بالتالي جول. لم يحتفل طبعا، لم يحتفل اللاعب كمال سالم، ولكنه بالمقابل يعني اصاب مرمى فريقه وكانما خلاص القوات يدافع، عارف انه التعادل يضمن له البقاء. انا قرات احتمالات كثيره قبل المباراه، البعض قال انه لازم يفوز، بس لا، هو التعادل كمان بيضمن له البقاء، بيضمن له البقاء. هاي لعبه خطيره، 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 لسه بقول خطير لانه فادي. جول 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 جول. اي نعم بقول خطيره لانه اللعبه، عند الخطير، عند الخبير، عند اللاعب اللي عنده تاريخ كبير، اللاعب فادي سليم يسجل الجول الثاني. الجول الثاني، الجول الثاني عن طريق فادي سليم، واحد من بين الرموز، واحد من بين يعني القلاع الشامخة في مدينة طول كرم، واحد من بين الأسماء الثابتة في تاريخ مركز طول كرم، واحد من بين الأحجار الكريمة لدى زعيم الأندية الفلسطينية. فادي سليم، فادي سليم، فادي سليم. هذه الأيقونة، هذه الماركة، هذا البراند، هذا البراند، هذا البراند الكرماوي يسجل في الزاوية 90، في الزاوية 90، حتى إن وصل عمري حد الأربعين. إن سجل سعيدة سأقول له بأنك عائد الآن، عائد أنا من كل عاصفة. الركلة الجزائية لفريق مركز طول كرم، الهالي الهدف اللي هو الثالث، خلاص ينهي المباراة. سجل أمام جهاد خالد، وجهاد والهدف الثالث في المباراة. جول، نعم جول 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 جول، يطير به فريق مركز طول كرم بعيدا هناك إلى دور المحترفين من جديد. 3-1 لمركز طول كرم، وخالد سالم الذي سجل ذهابا هدفين يعود في الإياب ويسجل هدفين آخرين لمركز طول كرم أمام فريق القوات الفلسطينية. وبالتالي عائد، عائد، عائد أنا من كل عاصفة الأم شتاتي، سأعود، سأعود أعظم.